اكتشاف مقبرة يويا وزوجته تويا بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر عام 1905، أي ما يقرب من 17 عاماً قبل اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. ويويا وتويا هما أبوي الملكتي زوجة الفرعون أمنحتب الثالث والد الملك إخناتون. تعد هذه المقبرة من أجمل المقابر التي اكتشفت لما ضمته من كنوز فريدة، مثل العجلة المذهبة ليويا والأثاث الرائع الذي يتمثل في الأسرة والكراسي والصناديق المصنوعة من الخشب المذهب والمطعم بالفايونس والعاج والأبانوس، بالإضافة إلى أواني من الألابستر والحجر الملون. وقد عثر داخل المقبرة على مومياء كل من يويا وتويا في حالة جيدة جدا من الحفظ نظرا لاستخدام جودة عالية في التحنيط، كما عثر أيضا على التوابيت الداخلية والخارجية لهما، وكذلك على الأقنعة الجنائزية الخاصة بهما المصنوعة من الكارتوناج المذهب والمطعم بالزجاج الملون والأحجار النفيسة، وهي أقنعة فائقة الجمال. كما تم العثور على الصناديق وأواني الأحشاء وتماثيل الأوشابتي، وليس ذلك فقط، بل احتوت المقبرة على أطول بردية معروضة في مصر، وهي البردية الخاصة بيويا والمدونة بكتاب الموتى، والتي تتميز بألوانها الرائعة ويصل طولها إلى حوالي 20 متر، وذلك بعد إعادة تجميعها لأول مرة خلال الأشهر الماضية بمعرفة المرممين المصريين من أبناء المتحف. إن تصميم العرض المتحفي الجديد لكنوز يويا وتويا الذي ترونه اليوم وجميع أعمال الصيانة والترميم للقطع الأثرية لإظهارها بالشكل الذي يليق بجمالها قام به الأثريون والمرممون من أبناء المتحف المصري بالتحرير بمساعدة نخبة من علماء الآثار المصريين المخلصين، ليثبتوا أن المتحف المصري بالتحرير قادر من خلال كنوزه المحفوظة به منذ عقود طويلة على الاستمرار في إبهار زائريه ومحبيه.